بهالفيديو رح نلعب Call of Duty Modern Warfare 2. القم 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 يلا 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 تكفى تكفى تكفى. ايه رح نلعب Call of Duty Modern Warfare 2 بس الأصلية مو الجديدة، الجديدة لسه ما نزلت ولسه ما نزل إعلان أصلا، بس تسرب موعد نزول الإعلان اللي رح يكون تاريخ 8/6 من الشهر القادم، وهذا تسريب شبه مؤكد. بس على بين ما يجي هذا الوقت خلنا نلعب Modern Warfare 2 الأصلية اللي تعتبر أفضل جزء Call of Duty ألعبه في حياتي. هذا أول جزء ألعبه بسلسلة Call of Duty، لعبته أول ما نزل عام 2009، أي من 13 سنة تقريبا، وهو اللي خلاني أدخل بعالم Call of Duty وأعشق اللعبة. وكل اللاعبين حاليا متأملين أنه جزء Modern Warfare 2 الجديد يكون شبيه في القديم لأنه كان جدا رهيب. فبهالفيديو رح نلعب أربع مابات يلي طلع تسريب إنه راح ترجع بمودرن وورفير 2 الجديد، اللي هما ماب فافيلا، هاي رايس، تيرمينال، وكاري، وراح أحاول إني أطلع نيوك. فيلا خلنا نبدأ. بس قبل أن نبدأ، هذا الفيديو برعاية هواوي أب جاليري، وفي giveaway منهم مقدم لكم، وفي عرض جدا رهيب رح يهم لاعبين ببجي موبايل. بس قبل أن نتكلم عن العرض، متجر الهواوي أب جاليري تقدر تحمله على أي موبايل أندرويد، مو شرط يكون عندك موبايل هواوي، وعادي يكون عندك متجرين بنفس الموبايل، بس الخيار الأفضل هو متجر الأب جاليري لأنه عنده عروض جدا رهيب، نفس عرض ببجي موبايل الجديد. إيه حاليا ببجي موبايل صارت على متجر هواوي أب جاليري، فينك تأخذ خصومات بتوصل إلى 60% لما تشحن رصيد بلعبة ببجي. بس تحمل الأب جاليري، روح على صفحة العروض، وفينك تروح عليها بشكل مباشر من اللينك الموجود بالوصف، وراح تلاقي في عروض لببجي موبايل. اذا شحنت بقيمه $3 راح تاخذ خصم 60%، واذا شحنت بقيمه $5 راح تاخذ خصم 50%، ارخص سعر فينك تشحن فيه لعبه ببجي موبايل. وغير كذا، اذا شاركت العرض مع 2 فقط من اصحابك راح يعطوك دولار مجاني. فحملوا الاب جاليري واستفيدوا من العرض، لانه العرض لفتره محدوده فقط. وبالنسبه للجيف اواي، فراح يكون على فاوتشر بقيمه $5 بالاب جاليري، وراح يكون عنا 10 فائزين، ايه 10 اشخاص من متابعين هالفيديو راح يربحوا بفاوتشرات بالاب جاليري. كل عليك تسويه لتفوت بالجيف اواي، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه، واترك اي تعليق اسفل الفيديو. فيلا الكل يشارك بالجيف اواي، والكل يلحق عرض ببجي موبايل الرهيب، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا Call of Duty Modern Warfare 2. طبعا بس ملاحظه بسيطه، الاعلان كنت قاعد اصوره قبل لاحلق والحين حلقت بس عشان لا احد يستغرب. المهم نحن حاليا ب Modern Warfare 2، واخ اخ اسمعوا الموسيقى بس معاي. طبعا في عده سيرفرات فينا نفوت عليها، كل المابات موجوده مثل ما شايفين، في كثير ناس قاعدين يلعبوا اللعبه هذه بالعالم حاليا. فاي في كثير مابات، في كثير سيرفرات، بس مثل ما قلت لكم ما راح ادخل الا المابات يلي تسربت انه راح ترجع على مودرن وورفير 2 الجديده، مو مودرن وورفير 2 هذه. طبعا اول شيء سويته في اللعبه اني دخلت وسويت كلاسات، هاي الكلاسات اللي متذكرها بمودرن وورفير 2 الاصليه، هي نفس الكلاسات اللي كانت عندي، وحطيت الكيل ستريك طبعا النيوك. اليوم هنطلع بنيوك ان شاء الله، اللي هي الطياره الشبر جنر والنيوك اخر شيء. فاي يلا خلنا ندور على ماب تيرمينال ونبدا، هنبدا بماب تيرمينال ان شاء الله. اوكي شباب، ما ادري اي كلاس اختار الصراحه، خلنا نبدا بكلاس الطبيعي العادي مبدئيا. هلا والله والله اشتقت لها الموسيقى، هي تقريبا اول مره العب تيرمينال من 10 سنوات. هذا المكان دائما اي واحد يطلع فيه يا اما يذبح يا اما يموت، فنحن خلنا نجرب حظنا. تروبن، لا 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 لا، من وين؟ اوكي شكله هالجيم ما راح نجيب نيوك، بس عادي هذا حرفيا اول جيم لي في اللعبه، فلبين ما تاخذ ايدي على اللعب شوي بنطلع نيوك ان شاء الله. اه
والله الناس معرقين بهاللعبة، الناس بهاللعبة جدا معرقين. القم القم، نسيت ان الشوت جنات بهاللعبة جدا قوية. في كير باكج في اي سي 130، طلع وين جايب هالغبي، طلع وين جايب هالغبي. حرام، خلاص راحت هذه، حرام. دبل دبل يا واد، ثلاثة. هذا من حسب لي، حسب لي ولا لا؟ هذا لا يا الله. اوكي خلينا نغير الكلاس، عندنا كثير كلاسات صح، خلينا نحط هالكلاس يو ام بي. هلا والله باليو ام بي. لا شوف اي سي 130 ضدنا ولا معنا، وشوتجن الله على هذا الشوتجن، كنت ادعس فيه والله. طيب لا خلينا اولا نتشبع من اليو ام بي. القم هذا وين قاعد يطلع الحيط؟ لا 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 سوني، كأني شايف تشوبر جنر، كأني شايف تشوبر جنر، ما حد ما اخذها. اي والله اعطيني، كيف سحبين عليها تشوبر جنر؟ هلا والله. اوكي 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 اوكي، اول شيء ندمر الطيب. يقول لك المثل مال الحرام ما يدوم. اي والله هذه كانت حرام صراحه، سارقها بس ما حد كان ماخذها اصلا. القم القم، اخ والله قاعد اضوع فرص هالجيم مو طبيعيه. القم هذا وين قاعد يطلع؟ ممكن بوت هذا. ما في ما في ما في نيوك، ما في نيوك هالجيم اصلا، خلص الجيم. اوكي اوكي اوكي، اول جيم ايدي قاعده تاخذ على اللعبه شوي، ان شاء الله الجيم القادم او اللي بعده بنجيب نيوك. اوكي ماب للسنايبرات هاي رايس، لازم اشيل اول قتله هنا. ايوه ايوه ثاني ذبحه. دائما ما بهاي رايس الكل يجي بدايه الجيم يذبح بالسنايبر. اطلع اطلع اطلع، شكله خلاص ما في حد. اوه هذا وصل لعنا الخوي. لا خلاص اوكي اوكي، ذابح ثلاثه. اوكي هالماب ما راح اشيل السنايبر، عيب العب ماب هاي رايس وما العب سنايبر. هذا اشهر ماب سنايبرات بتاريخ كول اوف ديوتي. ممكن قاعد يعطيني هيت مارك كثير السنايبر، ما اتذكر كذا. حرام كنت مجمع ثلاثة. القم حلو، سرقت القتلة. القم في ناس تحت صح؟ ايه عم يضلوا يموتوا ناس تحت. القم القم، نفسي اسوي نفس حركات زمان، اشيل ثلاثة اربعة ورا بعض بالسنايبر بدون لا احد يخرب علي. لا جاب علي الاي سي 130، والله الجيم مولع. دول وصلوا على سبوننا. الله ياخذك الله ياخذك. القم هذا محمل نسخة خاصة من مودرن وورفير 2 بعد 12 سنة عشان يلعب بدرع. حلو حلو، بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده. حلو حرام حرام، كان ودي ابدع بالسنايبر اكثر هالجيم. اوكي ماب فافيلا،
هذا تقريبا من اكثر المابات يلي جبت فيه نيوك بهاللعبة، فلازم طلع نيوك هالماب، لازم طلع نيوك. اوكي هذا شو قاعد يسوي؟ حرام كيف شافني؟ طيب شلنا الاول، شلنا الاول، شلنا الثاني. هذا شافني ولا لا؟ ما شافني. لا والله كان شايفني. شلنا الثالث، في واحد هنا. لا لا يا الله، خليني ادرع بشوتجن. هالشوتجن فتاك. اوكي يلا عيش 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 عيش. ايوه ايوه دمر دمر الطياره وانا اذبحك. حلو 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 حلو. لا 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 هالمره من جد لازم اكمبر شوي. لا 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 والله كفو والله كفو. خويني حماني. القم. الله يلعن هالبيرشوكا المستفز. خذوا. جبت الكل ستريك بس ما اقدر اجمع النيوك. هذا شو قاعد، كنت قاعد اذبح هذا، اجى معاه هذا ببلاش كذا. تعال 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 وينك؟ حلو حلو. هذا معي ولا ضدي؟ اوكي لا معي معي. على ايام مودرن وورفير 2 كان هذا الماب دائما اطلع فيه نيوك، بس كنت اكمبر، يعني كنت اقعد هنا احط لغم تحت واحط لغم فوق هنا واكمبر في الجرنيد لانشر. بس الان ابي اطلع نيوك بدون ما اكمبر، ابي اطلع نيوك لعب طبيعي. اوكي اوكي حطينا الاي سي ار، ما راح اكمبر، راح العب نص نص، يعني شوي كمبرة. يا اخي هذا ما عنده حياة، ما عندك حياة انت، نقضيها درع. وين راح؟ وين راح؟ اختفى والله. اوكي شلنا اثنين. تعال يا محمد تعال يا محمد. شلنا الثالث. اوه لا مجمع 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 مجمع، ما ابي اموت. اوكي اوكي لا عرفوا مكاني عرفوا مكاني. اوه طلع هذا يبي يشيلني بار بي جي. في واحد هنا. حلو حلو عيش عيش. مشمع وين شمعته؟ طيب خربت شكلها بالغلط. حلو حلو جبنا الطيارة بس على نهاية الجيم، على نهاية الجيم. ان شاء الله الحق، ان شاء الله الحق اجيب النيوك. حلو حلو حلو. ممكن ممكن في وقت، ممكن في امل، ممكن في امل. بسرعه 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 بسرعه. يلا 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 تكفى تكفى تكفى. يلا نيوك تكفى لنيوك. حلو. اوه اوه كيف اطلع كيف اطلع. حلو 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 حلو. ايوه. من افضل خمس اشياء ممكن تسويها في حياتك، رقم خمسة تتزوج، رقم أربعة تكون ثروة، رقم ما عندي أشياء في بالي، المهم رقم واحد إنك تطلع نيوك بمودرن وورفير 2. آخ والله حلوة حلوة. جيم حلو وذبة كمان حلوة صح؟ جيم رهيب والله. بتحمس ماب فافيلا يرجع على مودرن وورفير 2 القادمة. أوكي شباب للأسف شكلنا ما رح نلعب ماب كاري لأنه ما في ولا سيرفر
لماب كاري، حرفيا ما في حد قاعد يلعب الماب. هو الماب اصلا ما كان جدا محبوب، ومستغرب كيف راح يرجعوه على مودرن وورفير القادمه، بس ايه شكلنا راح ننهي الفيديو هنا. فاي يا شباب هنا راح نوقف، اتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات اذا ودكم اسوي شرح كيف تحملوا هاللعبه. ترى هاللعبه موجوده على البي سي وفيها سيرفرات وفي ناس دائما يلعبوها ومجانيه بالكامل. لو شفت عدد كبير بالتعليقات بده شرح، ان شاء الله راح انزل فيديو شرح كيف تحملوها، جدا سهل وبسيط، بس على قناتي الثانيه. فاشترك بقناتي الثانيه راح تلاقيها فوق هنا ولا هنا عشان لما ينزل الشرح تشوفه. وبس كان معكم شركيات وشركيكي، شكرا فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.